فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد أن من أسماء الله الحسنى الأحد؟ نعم، الأحد الصمد، ما تقول الأحد فقط، الأحد الصمد. نعم. تقول وهل هذا الاسم خاص بالله تعالى إذا كان معرفا بالألف واللام الأحد؟ نعم، لا أحد يسمى الأحد إلا الله جل وعلا، ولذلك فيه عبد الأحد، كثير من يسمون عبد الأحد أي الله جل وعلا. نعم. أنا عندي ارتباط فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.